السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم جولة في محل بيبكو اللي فتح جديد في بيسكايا سنترو كوميرسيال زوبيارتي، واللي طبعا هذا المحل راه عنده فروع اخرى في مدن اخرى طبعا هنايا في اسبانيا. وهنا بديت معكم بالاكسسوارات ديال البنات الصغار، الثمن جد مناسب، اورو 80 سنت مزيونين. وهنايا هادو تريكوات ديال البنيزات، هذا كيعمل 2 أورو، وآخرين تقريبا نفس الثمن يمكن، أو فايتين شي حاجة بسيطة. وشري ولاد ديالهم عاملين لهم تاهما الثمن ديالهم بوحديتهم. وهنايا الحويجه ديال الوليدات، الكاليتي صراحه ما بيهاش مزيونه. هذا شورتات وكميسيتات كيعملوا 6 أورو تقريبا، كاملين عاملين لهم هنايا نفس الثمن. وهنايا الديكورات ديال الدار ابتداء من 3 ديال الأورو. وهنايا لي زاكسسوار ديال البحر بالنسبه للوليدات، هاد الشورطات هادو ما مزيونين، كاليتي مزيونه. هذا كيعمل 4 أورو، وكاينه حتى هادوك اللي فيهم الرسوم. وهاد الكاسكيطات حتى هما غزالين ومزيانين في البحر على حساب الشمس، تقريبا عندهم كل شيء. وهنايا ابتداء من 2 أورو تكمل 6 الدراري ديال 10 سنين 11 سنه. بالنسبه لهاد الالعاب عاوتاني عاملين لهم اثمنه صراحه في المتناول، واكثريه هاد الالعاب اللي بازل، الالعاب ديال الذكاء ابتداء من 3 أورو، كل لعبه والثمن ديالها كتهزها كتلقى مثلا وحده 5 أورو ولا وحده 4 ولا وحده 6 أورو، يعني ماشي ثمن محدد. وهنايا داكشي اللي حنا كنحماقوا عليه، لي مول ديال الحلويات، الكيسان، التباصل، كلشي عندهم موجود. وكاين هاد المخدات هادو مزيونين بزاف للصاله، كاين اللي ابتداء من 2 أورو 50، وكاين اللي ابتداء من 6 أورو. وصافي انا غادي نشارك معكم شنو خديت. انا خديت هاد الرواق هادو ديال الدوش، البانيو على شكل زواقه ديال الرخام صراحه مزيون. وهنايا عاوت خديت حتى بصل، هذا بالنسبه للوليدات الصغار ديال السيليكون، عملي ومزيون بزاف. وهنايا خديت هاد البزيطه مع هاد الحمامار صراحه مزيون، كامل 4 أورو 50. وهنا غيكون الفيديو ديالنا تسالا، الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك والاشتراك، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.